الفنان العالمي أميتاب باتشان يتسبب في مظاهرات كل يوم حد في الهند لأنه جمهوره بيتجمع في مسيرة ضخمة بتلف حوالين بيت أميتاب كل حد، ومش بتمشي المظاهرة أو المسيرة إلا لما أميتاب خرج ليهم ويحييهم. أميتاب نشر صورة أخيرة مع جمهوره ونشر كمان صورته مع حفيدته أرديا وهي بنت النجمة الهندية الشهيرة أيشواريا راي والممثل الهندي أبيهيشك باتشان ابن أميتاب باتشان. الفنانة غادة عبد الرازق نشرت صورتها في الملعب وهي لابسة تيشيرت برشلونة. غادة دايما بتأكد على انحيازها لفريق برشلونة اللي بتشجعه في كل ماتشاته. الفنانة درة في لبنان دلوقتي بتقضي أجازة قصيرة مع صديقتها ونشرت على الانستغرام صورة الأوتيل اللي قاعدة فيه في منطقة وسط البلد في بيروت وكتبت بيروت حبيبتي. هيفاء وهبي انتشرت صورة ليها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي لابسة لبس بلدي وكانت واقفة مع ممثل محمد كريم. محدش عرف سر الصورة دي ايه الا لما محمد كريم كتب بنفسه انها من مشهد مسلسل مولد وصاحبه غايب اللي لسه ما خلصوش تصويره ومش عارفين هيتعرض امتى لحد دلوقتي بسبب مشاكل انتاجية. النجمة العالمية بيونسي قلبت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما قررت تتحدى التلج وتنط في المحيط الهادي من على يختها الخاص ونشرت صور ليها وهي بتنط وفيديو وهي بتعوم في المحيط وكانت تعليقات جمهورها بالملايين على الحركة اللي اعتبروها مجنونة. في مطرب شاب عمل 4 أغاني وطنية وأنتجهم وكتبهم في بداية التحرير، يا ترى مين هو الشاب ده؟ خليكم معايا عشان تعرفوا.